السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم هي تجربة مختبر الحاسبة للكورس الأول. محاضرتنا لهذا اليوم هي تجربة مختبر حاسبة خاصة بالكورس الأول، يعني راح نبدي بشرحها وحسب الخطوات راح تسوون على أساسها يصير التقرير مالكم، تقرير التجربة. طبعا هذه التجربة كورس أول، التمرين موجود ضمن منزلة المختبر اللي هي Working with Matrix. طبعا أعطيتكم إياها بالكورس الأول، مع ذلك أنا رافعها بالبروفايل اللي كاتب، مع ذلك حرفع لكم إياها على الكلاس روم الخاص بالكورس الأول. وبطلب لكم شنو هو كتابة وتنفيذ برنامج لحل هذه المسألة على الأنفايل، يعني نسوي أنفايل وبعدين نعمل في التقرير ورا ما تكملون البرنامج مالكم ورساله. يحتوي شنو التقرير مالنا؟ أول شيء تسوي لك واجهة تكتب بها اسمك واسم التجربة، طبعا هذا اسم التجربة Solving of Static Mechanics Problem by MATLAB، يعني حل مسألة يعني ميكانيك ستاتيك اللي هي تخص يعني المرحلة الأولى باستخدام الماتلاب. طبعا الغرض من التجربة هنا أنت لازم تحدد ليش أنت شنو اللي فاهمه، شنو معناها إحنا التجربة، تكتب لي يعني تكتب لي فات سطرين ثلاثة على الغرض من هاي التجربة، وأريد منك ورا ما تكتب هذه راح شنو تجي راح تسوي البرنامج، تكتب برنامج بالأنفايل وكذلك، وبعد التنفيذ راح تطلع نتائج. فأريد تسوي تأخذ لي صورة للبرنامج مالك مكتوب بالأنفايل على الماتلاب والتنفيذ ماله، يعني مين ينفذ راح يطلع لك نتائج. طبعا تأخذ لي صورة وتسوي كابتشر للشاشة مالتك حسب شوف الطريق، بس إذا واضح النتائج والكتابة. بعدين الفقرة الأخيرة وراء ما تخلي صورة البرنامج والنتائج طلعتها، أريد منك تسوي مناقشة بالضبط على البرنامج وشو الشغلات استخدامها الفانكشن، كل تفصيل بيشرح لي شنو معناه وهذا ليش أخذنا هيج ليش كتبنا هيج. طبعا هذا مالتنا البرنامج يعني التمرين لازم اللي يسوي. طبعا هذا التمرين هو أني أكو تمرين مشابه حالي بالأدنى بهاي الملزمة اللي قلت لك عليها Working with Matrix، بس هذا شوية تغيير، يعني أنا مخلي قوة إضافية منا مطيها اتجاهها. يعني راح تعرف انه شرح المصفوفة تغير من شان تزيد عدد المصفوفات ثلاثة يصير الى اربع قيم للمصفوفات. فعليه انا راح اشوفكم ذاك التمرين اللي احنا نسويه قبل اللي هو هذا نفس سؤال البرنامج، احنا فقط بالجديد خلينا قوة منها. طبعا هنا مرتب كان الويتج جيت والزاوية اتجاهها باونسي هاي القوة مال الطفو الويندك منها ويوزق اري تكنيك، يعني هذا اللي تحلها بال يعني بالمصفوفات مطين هذا الويت منه. فبالضبط هو شيء رايد منك determine the resulting force acting on pylon with direction، يعني شنو المحصلة باتجاه الزاوية. فهذا هو البرنامج احنا هنا كاتبة، يعني شو الخطوات البرنامج بداية كاتبة والفورس وحاطها بمصفوفة والزوايا شو خليتها بمصفوفة، وبعدين اطلع بالضبط القوة باتجاه الاكس، واتذكر انه شلون احنا الكوساين نستخدمه الكوساين لازم نخليه دي، يعني هنا عندي بالدجري الاكس توتال شلون احنا نطلع السميشن حتى يجمع دول، الواي فورسز نفس الشيء هم لازم نخلي دي هنا، والثيتا واجد احنا قيم الزوايا نضربها، اخير شيء هاي التوتال فورسز وين قريب. فاريدك شنو تعيد هذا بس شنو على المعطيات الجديده اللي هي هذه اللي هو هذا السؤال، راح تتغير عدد القوى بس اريد يعني تقرير مرتب ومطبوع زين ومناقشتك كل معقولة منطق مارد، يعني فشيت تكتب فشلين هذا عليه درجة 30 درجة راح يسوي عليه يعني بالنهائي يعتبر العفو العفو على المختبر 20 درجة تكون انتم على المختبر مارت الباتلاب، فحتى شنو هذا على الأقل تاخذ درجات زينة تفيدك للنهائي على المختبر. وإن شاء الله أتمنى لكم موفقية ونجاح وشكرا جزيلا.